الرب يبارككم أخواني وأخواتي، بركات المحبة والسلام والجمال والإبداع والفرح والأمان الغير محدود. أرسل لكم حبي وأرسل لكم أشواقي وأرسل لكم سلامي. نحن أخواني وأخواتي روح واحدة، فكر واحد، مصير واحد، خطط واحدة، أنفاس واحدة، والأرض تتجه باتجاه الفرح المطلق. نحن نرتفع، نترك الزمن، نترك عالم الجهل، ونترك المخاوف، ونترك القلق، ونترك الأمراض، ونتجه باتجاه الأبدية، الحقيقة المطلقة. أيضا في نفس الوقت هناك سوف تصبح فوضى فكرية بسبب استلام الإنسان معلومات كثيرة من هنا وهناك، من هنا هناك، في الدين، في الفلسفة، في العلوم، في السياسة. وهذه هي التي انخدع بها الإنسان، انخدع بكثرة الآراء والفلسفات والمعلومات. كيف تنتصر على هذا التناقض في الأفكار؟ تسأل نفسك سؤال، تقول: ما هو معنى الحياة؟ ما هو المعنى؟ معنى حياتك، ما هو المعنى؟ وأنا أحضر لهذه الحلقة، وقبل أيضا قبل التحضير راقبت أفكاري، وأريدك أيضا أن تراقب أفكارك. راقبت أفكاري واكتشفت أن أفكاري ما تزال بشرية، بمعنى أنا أفكر كيف أعد المحاضرة، وأفكر كيف أرتب المكتب، وأفكر بأمور أخرى بشرية. أنت أيضا بدون أن تشعر أفكارك تقودك إلى الفكر، أفكارك تقودك إلى الفكر المحدود. تعتقد أنك كائن بشري لأنك تفكر بأمورك وظروفك. وفجأة توقفت عن التفكير وقلت: أنا ضوء. فهذا هو التشويه، التشويه يسمى باللغة الإنجليزية manipulation، باللغة الإنجليزية مرة أخرى manipulation. أنت تتصرف تصرفات بشرية، أفكار محدودة، لكن أنت حقيقتك الضوء، أنت حقيقتك الأبدية، أنت حقيقتك الجمال، أنت حقيقتك الحب، أنت حقيقتك الإبداع. فكلما يهزك العالم المادي أو فكرة محدودة، أعلن مباشرة وقول: أنا الضوء، أنا لست من العالم المحدود. هناك خدعة، ما يسمى مرة أخرى manipulation،
خدعنا، حولونا من الكائنات الأبدية إلى كائنات محدودة بالفكر. فبدون أن تشعر أنت وأنا وكل الجنس البشري، بدون أن نشعر نفكر بالمادة أو بالأفكار المادية، بدون أن نوعى أن هذه الأفكار المادية زرعت فينا بتقصد، ولهذا نشأت الاختلافات الدينية والسياسية والاقتصادية، لأن الإنسان يعتقد أنه كائن الجسم، لأن الإنسان يعتقد أنه كائن الدماغ، وبالتالي عندما تعتقد أنت كائن الجسم كائن الدماغ، سوف تتصرف طبقا إلى الذي تعتقد به. فتجلس هكذا وتبني صور أنت الضوء، هكذا لاحظني، أنا أتكلم الآن وأنت أيضا ممكن تدير أمورك، مشاويرك، ظروفك، لكن تبني أنت من مملكة الضوء، أنت الضوء، أنت القوة، أنت الحب، أنت السلام، أنت الإبداع. لأن الخدعة دائما تريد أن تسحبك إلى الأسفل، الخدعة دائما تريد أن تسحبك إلى الأسفل، فتأتيك فكرة تذكرك بالماضي، ممكن بأخطاء الماضي، أو تأتيك فكرة تقول لك هذا عملك لا ينفع، هل تلاحظون؟ أو تأتيك فكرة تشعر بالخوف من المستقبل بسبب الأخبار السياسية والأخبار الاقتصادية التي تسمعها، فهذا هو يسمى بالمانيبوليشن، أن دماغك صمم، دماغك، الدماغ برين ليس العقل، برين، الدماغ صمم من أجل أن يخترق من قبل الكائنات السلبية والكائنات الشيطانية التي كان لها جزء تخريبي، كان لها دور وجزء تخريبي في بيولوجية الإنسان من أجل أن تخترقك. ولهذا أنت عندما تمارس أعمالك أنت ما تزال تفكر أنك جسم، تفكر أنك جسم. وحتى كل الروحانيين وكل الفلاسفة، كل العباقرة، حتى عندما يتكلمون هم ما يزالون تحت المانيبوليشن، تحت الخدعة، أنه هو يتكلم وهو في نفس الوقت يعتقد أنه له عينين ويد وجسم، بمعنى مرتبط بالمادة. ماذا عليك أن تفعل؟ يجب أن ترفع وعيك بأقصى أقصى 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 ما لديك من قوة وطاقة وفهم، وأن تعيش الضوء وليس شعرة أقل من الضوء. وإلا إذا نزلت شعرة فالمانيبوليشن، الخدعة، تعمل في حياتك، تقول لك أنت كبرت في العمر وممكن تموت، أو الخدعة تقول لك الأمراض حقيقية، الفيروس حقيقي، أو الخدعة تقول لك الفقر حقيقي، أو الخدعة تقول لك أنت لست جميلا شكلك، لست جميل، ليس جميلا شكلك، وهكذا. تقول لك الخدعة ليس لديك مال،
والخدعة لها فنون، الخدعة لها فنون تضرب، الخدعة تضرب على الدين، تضرب على الحالة النفسية، تضرب على الحالة السياسية. يجب أن تعرف هذا، أننا كوننا زائدا تدخل بنا، تدخل بنا أو تدخلت بنا كائنات غيرت بيولوجيتنا، غيرت وعينا، هذا يسمى المانيبوليشن، فجعلتنا من كائنات ضوئية أنزلتنا إلى الكائنات الضعيفة التي تعتقد، يعني الجنس البشري يعتقد أنه ضعيف. من أين أتى اعتقاد الخوف؟ من أين أتى اعتقاد القلة في المال؟ لماذا الإنسان دائما يخاف أنه ممكن لا يملك مال؟ يخاف، يخاف الفقر، يخاف الأمراض، يخاف. من أين أتى هذا الخوف؟ أنا أفكر بهذا باستمرار، ويتصل بي الكون ويدرسني، يعلمني، وهي ليست مسألة عجيبة، الكون أيضا يتصل بك، فأستفسر وأسأل الكون باستمرار، أقول للكون لماذا الإنسان يخاف؟ لماذا الإنسان يموت؟ لماذا الإنسان يقلق؟ لماذا الإنسان يتمرض؟ لماذا الإنسان يكره؟ لماذا الإنسان يحقد؟ لماذا الإنسان يحسد؟ ما هو السبب؟ لماذا الإنسان يقلق؟ يأتيني الكون بأجوبة وأقولها لكم تماما كما أخبرني، تماما بكلمة كلمة، يقول لي التالي، يقول لي أن هناك ملائكة سلبيين أو طاقات سلبية تدخلت في تغيير بيولوجيتنا، فأصبحنا جزئين، الجزء الإيجابي والجزء السلبي. وأنزلت الإنسان إلى الإدراك المحدود، الزمن والمسافة، الزمن والمسافة. انظر الخدعة التالية، انظر الخدعة التالية، بدون أن تشعر، خدع بدون أن تشعر، بدون أن توعى، بدون أن تحس بها، لكن عندما تفكر بالعمق سوف تنصدم، تقول آه هكذا، هكذا خدعنا. انظر الخدعة التالية، الطفل يأتي، الطفل يأتي إلى الحياة، يصبح لديك أطفال اثنين ثلاثة، تنشغل بهم، طفلك مريض أنت تتصل بالطبيب بالدكتور، طفلك في المدرسة غير ناجح تستفسر، والطفل ممكن يرفض وأنت ترفض، وأنت تتصل بالطبيب وتتصل بالمدرسة وتريد أن تربي الطفل، تربي الطفل، تربي الطفل، لاحظ الخدعة، لكن هي في الحقيقة هي خدعة، هم يريدون أن يدفعوك باتجاه الانشغال بالقلق والخوف والمادة، فلهذا دائما ترى العائلة قلقة. لماذا قلقة؟ لأنه أنت عندما يكون لديك أطفال يجب أن تصرف، ويجب أن توفر لهم الأمور التي يحتاجوها. طيب أنت تريد أن توفر لهم الأمور التي يحتاجوها، لكن الجانب السياسي أيضا جانب مادي، فأنت سوف تأتي على الجانب السياسي، ترى الجانب السياسي مهتز، وتذهب إلى الجانب الاقتصادي أيضا مهتز، العائلة تهتز اهتزاز، وأنت تنصدم أكثر عندما أقول لك أن
مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة ومرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة، هذه من ألاعيب الطاقات السلبية جعلتنا في المادة. طفل مراهق شاب يكبر في العمر ليس فيه معنى، لأنه منذ زمن الطفولة والمراهقة والشباب أنت ترتكب أخطاء، وبعدها تتندم تقول لماذا أنا عملت كذا ولماذا أنا عملت كذا ويا ليتني لم أفعل كذا ويا ليتني. وقسم منهم يكرهون أنفسهم، قسم منهم ينتحرون بسبب أخطائهم، لكنهم أبرياء أبرياء، لأنه أنت عندما كنت طفلا أنت مرتبط بالخدعة، أنت مرتبط بالاجتماع، بالعامل الاجتماعي السلبي، وأنت مرتبط بالعامل السياسي السلبي، وأنت مرتبط بالعائلة السلبية، فأنت خدعته، فاستمريت بالخدعة 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 بالخدعة، وفجأة اكتشفت الحقيقة، اكتشفت الضوء، فقمت بالتأسف على ماضيك، لكن ماضيك هو مصطنع، هو خدعة، فأنزلنا إلى هذه الترددات السلبية. عملونا طفل، وعملونا مراهق، وعملونا شباب، وعملونا شيوخ، وموتونا. من يعني هذا؟ من الذي عمل؟ من كان له الدور؟ كان له الدور هناك مخلوقات أو كائنات شيطانية غيرت الضوء. لو تفكر من أعماق أعماق الكون سوف ترى أن مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب وبما تسمى بالكهولة هي كلها من أجل أنك تعاني، من أجل أنك تعاني، انتبه، من أجل أنك تعاني تتعذب. إذن يريدون أن يعذبوننا، لأن الطفل مرحلة الأخطاء، المراهقة مرحلة الأخطاء، الشباب مرحلة الأخطاء الكبيرة، والكهولة التعب ها وتذكر أخطاء الماضي إلى أن يموتوك. من الذي يموتك؟ هي هذه الطاقات الشيطانية. بمعنى أن في الأرض كلها خدعة، حياتنا، كلامنا، تصوراتنا، أفكارنا، أنت الآن في عائلة تجلس معهم، هم مخدوعين وأنت مخدوع، كل الجمل وكل الكلام وكل التصرفات كلها خدعة 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 خدعة، لأنه زمن ومسافة، زمن ومسافة بمعنى خدعة. ماذا تعني الحياة؟ أنت تكون طفل وتصبح كبير في العمر وتموت، ما هو المعنى؟ لا تعطي أي معنى، ما هو المعنى؟ فكر بها، ما هو المعنى؟ ليس هناك أي معنى فيها. هذا تماما الكون أخبرني به تماما تماما كلمة كلمة، أن طفولتنا خدعة، شبابنا خدعة، الوعي الوعي كله خدع، لأنك أنت تخطئ 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 تخطئ، الكائنات الشيطانية تريدك أن تخطئ 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 تخطئ، وبعدها يلومك، يقولون انظر أنت عملت في مراهقتك في طفولتك كذا 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 كذا، الآن بعدها يأتي عامل الندم. الخطأ أنت غير مسؤول عليه، والندم أنت غير مسؤول عليه، لكن هم وضعوك في هذه الترددات، وبالتالي ملايين من البشر خدعوا، وتأتي ملايين أخرى ويخدعون، وملايين أخرى ويخدعون، هكذا دورة. الإنسان بريء بريء، فلهذا لكي تكسر هذه الخدعة يجب أن ترفع
وعيك بأقصى ما لديك من طاقة، أن ترى الحب في كل مكان، هذا مهم، وأن لا ترى نفسك أنك كنت عشت في الماضي، انتبه، ولا ترى نفسك أنك كنت معذب أبدا. ابني صور وأنت جميل جمال، جميل جمال، ملوه مثال. ابني صور، الأرض مليئة بالسلام. في بعض الحالات أقول لكم، مثلا أتمشى في شارع وكلنا نرى هوملس، يعني ليس له بيت، جالس في الشارع، يسمى باللغة الإنجليزية هوملس. أنا أبني صور أنه عبقري، أنه ناجح، أنه يضحك، أنه يفرح، نعم هكذا، حتى يسألونني قسم حول معاناة الهوملس، أقول نعم نحن نصلي من أجلهم، لكن ابني صور أنهم رائعين عباقرة، لأننا نريد أن نكسر الخدعة. كيف تكسر الخدعة؟ كيف تكسر الخدعة؟ كيف تكسر الفقر؟ كيف تكسر المرض؟ كيف تكسر تأنيب نفسك، لوم نفسك؟ كيف تكسرها؟ كيف تكسر جينات الكبر في العمر؟ لأن جينات الكبر في العمر زرعت فيك، وجينات الموت زرعت فيك، وجينات الجهل زرعت فيك، كيف تكسرها؟ ترجع إلى الضوء، ترجع إلى الضوء. إذا لم تكسرها ماذا يصبح أو ماذا يكون؟ إذا لم تكسرها ماذا يحدث؟ سوف تستمر بالترددات الأرضية، تخرج من هذه الحياة بما يسمى بالموت، ترجع إلى الأرض، تخرج من هذه الحياة، ترجع إلى الأرض، تخرج من الأرض، ترجع إلى الأرض، تخرج ترجع، تخرج تخرج، تخرج ترجع، تخرج ترجع، دورة البعد المحدود. بعد المادة كله وهم، كله وهم. هل تعتقدون أن مكون الأكوان يأتي بك كطفل يعذبك وبعدها تصبح مراهق وشاب ثم يموتك؟ هل الرب يموت؟ لماذا؟ ماذا يستفاد الرب يعني؟ المكون الخالق الله، ما معنى أن الإنسان يعيش 70 ويموت، 90 يموت، 80 يموت؟ ما معنى الإنسان يصاب بأمراض القلق والتوتر، أمراض القلب، أمراض السرطان؟ ما هو المعنى؟ هذه الأسئلة أستلم أجوبة. يقول هناك، الكون يقول لي خدعة، manipulation، خدعنا ووضعنا في منطقة جدا ضيقة من الكون، جدا ضيقة، التي هي المجموعة الشمسية. ما معنى المجموعة الشمسية لو تراها متصحرة فارغة؟ فكر بهذا، لماذا فارغة؟ جيراننا المريخ وعطارد وزحل فراغ، لماذا؟ وعندما تخرج بعد المجموعة الشمسية، بعد المجموعة الشمسية ماذا تجد؟ تجد تريليونات وتريليونات من الحضارات والكائنات والكواكب، كواكب فيها حياة جميلة جدا. إذا من وضعنا هنا؟ لماذا وضعنا هنا؟ لماذا؟ لاحظ هذا الشكل جيدا، هذا الشكل جيدا، أكبره وأريد أن أوضح شيء مهم. هذا الشكل ادرسه بعمق معي، ادرسه بعمق معي. الكون دائما، هذا الكون أو شكل افتراضي للكون، شكل افتراضي للكون، أوكي؟ ما هو الغرض من هذه الصورة؟ سوف أكبرها وأرسم، أرسم. الغرض من هذه الصورة أنك يجب أن تكبر الفكر، يجب أن تعرف أين أو كيف
تتكون هذه الخدعة، لأن الخدعة تعمل على الجهل، تقوى في الجهل، تقوى. فعندما تصبح لديك فكرة واضحة حول الكون، كيف يعمل الكون، كيف يشتغل الكون، كيف مصمم الكون، أين مكاننا نحن في الكون؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ أين مكاننا في الكون نحن؟ هل نحن في النصف، في الحافة، فوق، تحت، أين مكاننا؟ دعونا نوضح ماذا نقصد. الخدعة، أنا أكتب هنا الخدعة، لاحظ، أعتقد واضحة القلم، الخدعة، ها؟ واضحة الكتابة، الخدعة. نحن هذا هو كوننا، هذا المربع، هذا المربع، ها؟ هذا الكون، لاحظوا. لكن أكثر يعني هذا مجرد افتراضي، أكثر لأن هناك مربعات تحت هذا المربع، مربعات أخرى تحت هذا المربع لا تنتهي. وهذه التقعرات، هذه التقعرات، لاحظ، فنحن في نقطة هنا صغيرة، نحن هنا، لاحظ هذه النقطة الصغيرة هنا نحن، ونحن لا نرى بسبب هذا التقعر، نحن لا نرى الأكوان الأخرى التي هي تمتد في مساحات واسعة من الكون. فهنا مثلا كون آخر، لاحظ هذا كون آخر، وهنا أيضا نجد كون آخر، وهنا كون آخر، وهنا كون آخر، وهنا كون آخر، وهنا كون آخر. فأنت هنا، نحن هنا، هذه نحن، حفرة، 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 يعني نحن وضعونا في حفرة صغيرة، بحيث هذه الحفرة الصغيرة، بحيث نحن لا نستطيع أن نقفز فوق، لا نستطيع أن نقفز فوق، لاحظ، لا نستطيع أن نقفز بالفكر، بالوعي، ونرى ماذا يحدث. مرة أخرى أكرر، فقط أريد أن أوضح أكثر، أوكي؟ ودعوني أغير لون القلم هكذا. هذا كوننا، كوننا، هذا كوننا، لاحظ، وهنا أيضا تنتشر أكوان، هذا كون، هذا كون، هنا أيضا كون آخر، هنا كون، وهذا أيضا التقعر الصغير، هذا تقعر صغير حتى لو لم تروه، هذا أيضا كون آخر. نحن وضعنا في زاوية، ممكن دعونا نقول هنا، لاحظ هنا هذا الأصفر، فأنت لا تستطيع أن تصعد إلى الأعلى بالوعي، لا تستطيع أن تصعد إلى الأعلى، تخرج من الدائرة، تخرج من الدائرة وترى تريليونات تريليونات من الأكوان، لاحظ. فأنت تعتقد بالكون أنه مجموعة شمسية، يعني ممكن تعتقد يعني أنه فقط مجموعة شمسية أو مجرة التبانة، لكن الكون كبير أكثر مما أنت تتوقع. حتى هذا المستوي، يسمى البلين باللغة الإنجليزية، المستوي، يعني الكون ليس مستوي واحد أو مستوي بلين، يعني ليس طبقة واحدة، هذه فقط طبقة واحدة، هناك الطبقة الثانية والطبقة الثالثة والطبقة الرابعة والطبقة الخامسة، وفوقنا، فوقنا، فوقنا أيضا طبقات، طبقة 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 طبقة، ومن هنا طبقات، ومن هنا طبقات، وكلها، لاحظ يدي، كلها تبنى، يتوسع الكون. من الذي يدير هذا؟ الذي يديره العقل الكوني. قسم من الطاقات السلبية فهمت جزء من الكون، فهمت قسم من الطاقات السلبية، فهمت
جزء من علوم الكون واستخدمت طاقة الكون بالاتجاه السلبي فوضعونا في الحفرة، حفرة، وضعونا في حفرة. فاعتقدوا انهم آلهة او انهم فاهمين كل شيء، يعني تكبروا، نقول تكبروا، مصابين بالتكبر، وغيروا بيولوجيتنا فجعلونا لا نفهم او لا نعرف ماذا يحدث. لاحظ هذا النفق، هذا هو الكون نفسه. الكون في توسع، الكون عبارة عن أنفاق كونية أيضا. لاحظ الصورة جيدا. دائما هذا أمامك. أين نحن نتجه الآن؟ نحن نتجه مع الكون، نمشي. أعتقد لو أستطيع أن أرسم، لاحظ نحن نمشي في الداخل، وهذه كلها هنا، كلها أكوان، كلها أكوان. الكون في الأعماق، كون الأعماق. هذه صورة، أريد أن أريكم صورة أخرى. لاحظ الصورة الأخرى مثلا أمامك. هذه صورة أخرى أيضا. فنحن هنا الآن في هذا الجانب، ها، ندخل إلى أين؟ ندخل إلى أين؟ ندخل إلى أعماق الكون. لاحظ هنا في الداخل هذه المنطقة، العوالم المتوازية، موجودة عوالم أخرى، العوالم المتوازية في الداخل، هنا في الداخل العوالم المتوازية، عوالم أخرى، كائنات أخرى. لاحظوا جيدا العوالم المتوازية هناك في الداخل، في هذه الحفر الكبيرة، عوالم أخرى، كائنات أخرى. إذن ماذا يعني الموت في كل هذا الوصف؟ ما معنى الموت؟ ما معنى أنك مصاب بالقلق أمام هذه الأكوان الكبيرة، وأمام هذا البناء الكبير، وأمام هذه الهندسة العميقة؟ ما معنى أننا نقلق؟ ما معنى أننا نخاف؟ ما معنى قانون ديني يقول لك أنت الرب يعاقبك؟ يعاقبك أين يعاقبك؟ الرب قانون ديني، الرب يعاقبك، يعني أين يعاقبك؟ في ضوء هذا الوعي، في ضوء هذا الوعي، أي الوصف. الوعي أيضا نستطيع أن نسميه الوصف، يعني نرى كون غير محدود. إذن القوانين الدينية والقوانين الأخرى كلها خدعة الطاقات الشيطانية من أجل أن يضعوك أو يحصروك، يحصروك في نقطة جدا جدا ضيقة من الكون تعيش المعاناة. لكن عندما ترتفع بالوعي وترى الكون وترى الأكوان، سوف تقول، تنصدم، لأنك سوف تكتشف أنت فيك كل الفرص، فيك كل الحب. الكون هو كون الجمال، أنت عبقري، أنت روح خالدة، أنت روح جميلة، الصحة متوفرة،
الصحة جدا جدا متوفرة في الكون، هل تعرفون؟ الصحة، الصحة، تعيش بصحة عظيمة، طاقة. عندما نقول الصحة بمعنى طاقة، عندما أقول مال يعني طاقة، عندما أقول مال متوفر يعني طاقة، عندما أقول صحة متوفرة يعني طاقة، عندما نقول موت يعني طاقة سلبية، خدعة، لأنه ليس فيه معنى، انتبه. عندما نقول مرض يعني طاقة سلبية، خدعة. لماذا؟ لأنه ليس فيه معنى. ما معنى المرض أمام هذه الأكوان؟ ما معنى مرض أمام أكوان فوق التصور؟ وأنا أعطيت أو وضحت مثال سابق، أريد أن يعني أوضح الأمر، مثال سابق أريد أن أربط أن المرض أو مفهوم المرض ليس فيه معنى إلا معنى أنه نحن خدعنا. المرض ليس فيه معنى إلا معنى واحد، أننا خدعنا، خدعنا. فأعطيكم مثال بسيط، أن هذا الكون العظيم لا يكون أمراض. ما هو هذا المثال الذي أنا ذكرته سابقا؟ أذكره باختصار. شخص ملياردير، شخص كائن إنساني يملك 100 بليون دولار، 100 بليون، 100 بليون دولار، يزور مدينة فقيرة على سبيل المثال، ويرى طفل أو يرى شخص فقير. هذا الثري الذي يملك 100 بليون دولار يزور مدينة فقيرة ويرى شخص فقير ويعطيه 50 دولار، 50 دولار. هذا الشخص الذي يستلم 50 دولار ممكن يرميها عليه، يقول له يا ملياردير، أنت تارك عملك وتزورنا وزرتنا وتعطيني 50 دولار، أنا خذ هذه 50 دولار وأعطيك 300 دولار واذهب عني. لماذا؟ لأنه غير ممكن أن هذا الشخص الذي يملك 100 بليون دولار يعطي 50 دولار. كذلك هذه الأكوان، هذه الأكوان، انظر إلى حركتها، انظر، ها؟ هذه الصورة مثلا يعني، والصورة الأخرى، ها؟ دعونا نريكم صور أخرى مثلا، هذه الحركة الأخرى، هذه حركة أخرى، كلها في غاية السرعة وغاية القوة وغاية الإبداع والجمال، ونحن معها. لاحظ، انظر عليها. فما معنى المرض هنا؟ ما معنى مرض؟ يعني مرض كيف؟ كيف يكون مرض؟ وكيف أن الإنسان يموت؟ مرض يموت كيف يعني؟ خدعة، المرض خدعة، والموت خدعة، والفقر خدعة. لأن في هذه الأكوان المكون يصمم بعبقرية وبإبداع، فكيف هذا المكون أيضا مع هذه العبقرية في التصميم يكون مرض أو يكون موت أو يكون يوم قيامة أو يكون خوف أو يكون تعب نفسي أو إحباط عاطفي أو فشل؟ يعني الإنسان ينظر إلى نفسه أنه فاشل، من أين أتت؟ أتت من هذه الكائنات السلبية التي تضحك على البشر. هذه الكائنات أين مكانها؟ أقول لكم أين مكانها. مكانها في المجموعة الشمسية، بالمريخ وزحل وعطارد، وتدخل إلى الأرض ولها القدرة على أن تخترق وعينا، فتعمل مانيبوليشن، خدعة، تضحك. ولديهم عوالم ولديهم فلسفات، قسم منهم طبعا الآن في هذا الوقت من الزمن قسم منهم تركوا الطاقة السلبية، يعني الآن يحدث انقلاب على الطاقة السلبية، يعني الطاقة السلبية الآن في تمزق، هي سابقا كانت قوية لكن هي الآن تتمزق، يعني مملكة
تنقلب على نفسها، تنقلب على نفسها، يعني كائنات سلبية نفسها رجعت إلى الضوء. كائنات سلبية نفسها هي كسرت السجن وترجع الآن إلى الضوء. فأنت كيف تكسر سجون العالم المحدود؟ أنك الجواب أنك تعلن أنك الحب وأنك القوة وأن الرب يحبك، الكون يحبك، هذا أهم شيء. ولا ترى ماضيك، لأن ماضيك خدعة. لا ترى ماضيك الأليم وتقول لماذا عملت كذا وعملت كذا، انتبه. وإنما ابدأ الآن بحب نفسك وابني صور أنك ثري، ثري في المال، ثري في الصحة، ثري في الحكمة، وابني صور وأنت مركز الهدوء. هذا جدا مهم، يعني أنت تصعد الآن، أنت الضوء، أنت المحبة. كلما تتعمق في دراسة الكون سوف تجد نفسك أنك كنت مصيودا، مصيود صادوك بالفكر. الكائنات السلبية لها فن لها، لها فن التوهيم، التوهيم، فن التوهيم. يعني هم نجحوا في، هم يعملون على الوهم، بث الخدع، الوهم. والإنسان يعني لم يعرف كيف يقفز فوق الوهم، لأنه دائما عندما يفكر الإنسان يعتقد الإنسان أنه هو الذي يفكر. يعتقد الإنسان أنه هو الذي يفكر. فمثلا أنت في وقت معين فكرت بدون سبب بالخوف، بدون سبب شعرت بالخوف، لماذا؟ أو بدون سبب قلقت. هذه إلى أشياء أخرى ممكن نصعد يعني في الدرجات السلبية. عند الإنسان ما يسمى بالوسواس القهري والكآبة، وهي تعمل، هذه الكائنات السلبية تعمل على بث الوهم والتفرقة. مثلا التفرقة تعمل أيضا في الجانب الديني، مسلم أو مسيحي أو يهودي أو حتى هندوسي، يعني ممكن، أو حتى ملحد يقرأ مثلا، مسلم يقرأ بالإسلام، اقرأ، تأتيه الطاقات السلبية تقول له دينك صحيح وكل الذي تقوله أنت صحيح، والبقية كلهم في النار، والبقية كلهم حطب جهنم، وهو المسكين لا يعرف أنه هي تزرع التفرقة. وحتى قلت أنا سابقا، حتى الكائنات السلبية تعمل بترددات أخرى، بفن آخر. تأتي إليك تقول لك الشيطان وهم، الشيطان وهم، الشيطان غير موجود، وأنت لا تعرف أن هو الذي يقول لك أن الشيطان وهم، هو كائن شيطاني يعطيك هذه الفكرة. لكن عندما تسمع هذه الفكرة، تسمع فكرة تقول لك أن الشيطان وهم، اسأل سؤال، قول الموت، لماذا موجود الموت أساسا؟ من الذي كون الموت؟ هل هذا الرب كون الموت يعني؟ ما معنى الأمراض؟ من المسؤول عن الأمراض؟ اسأل نفسك هذا السؤال. ما معنى سرطان؟ ما هو المعنى؟ ما معنى السكر، مرض السكر؟ لماذا هناك بشر مصابين بالسكر يعانون 20 سنة، 20 سنة في مرض السكر؟ حبوب. ما هو السبب؟ من الذي صنع هذا؟ من يعني؟ نريد أن نعرف من. الشياطين كما قلت هي متفننة في الوهم، فتأتي إلى شخص تقول له، الشياطين تقول له هذا بلاء من الله، وانتظر، اصبر، والله يعطيك الجنة. حوار، هي تعمل على الحوارات.
تعمل على الحوارات في الحقيقة، الحقيقة المطلقة، الحقيقة المطلقة. ليس هناك بلاء، وليس هناك موت، وليس هناك جوع، وليس هناك فقر، وليس هناك كل شيء سلبي. ممكن تسألني تقول أستاذ ما معنى الحقيقة المطلقة؟ الحقيقة المطلقة هي التي تعطي أجاب، الحقيقة المطلقة هي التي تعطي معنى للحياة. ما معنى حياتك؟ اسأل نفسك الآن، ما معنى حياتك؟ هل حياتك طاقة إيجابية طاقة سلبية؟ يعني هل حياتك تعيش فرح وتتمرض، تعيش تصفق في يوم وتبكي في يوم؟ هل هذا معنى مثلا؟ هل هذا معنى؟ هذا ليس فيه معنى، يعني إيجابي سلبي ليس فيه معنى. الإيجابية والسلبية أتت بسبب الخدعة الشيطانية، السبب الخدعة الشيطانية هي وضعت الإيجابية والسلبية اثنين، أنت إيجابي سلبي إيجابي سلبي إيجابي سلبي، فتقول مثلا يوم أبيض يوم أسود، يوم أبيض يوم أسود. لماذا؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا؟ لماذا؟ ما هو المعنى؟ ما هو المعنى؟ طيب أنا عشت أبيض أسود، ما هو المعنى؟ ما هو؟ هل هناك معنى في هذا؟ ما هو المعنى أبيض وأسود؟ ما هو المعنى إذا أنا مرضت ثم شفيت ثم مرضت ثم شفيت؟ ما هو المعنى؟ ما هو المعنى أن الخالق يكون نار؟ ما هو المعنى؟ ما هو المعنى؟ يتمتع؟ يعاقب؟ وإذا عاقب ماذا يستفاد؟ ما هو المعنى؟ ففتش عن المعنى. فالحقيقة المطلقة المعنى فيها واحد، الحقيقة المطلقة المعنى فيها واحد، وهي الإيجابية المطلقة في كل شيء، بمعنى أنت الحب، أنت السعادة، أنت الفرح، أنت صحة مطلقة، لأنه الحقيقة المطلقة هي الله، والله يجب أن يكون إيجابية مطلقة. فالله الإيجابي المطلق أو الوعي المطلق لا يكون وعي محدود، يعني الوعي المطلق، الله الوعي المطلق لا يكون أمراض، لأنه وعي مطلق. أسألك سؤال، هل نستطيع أن نقول الكريم بخيل؟ اسأل نفسك، هل نستطيع أن نقول الكريم بخيل؟ كيف هذا؟ وعندما ترتفع إلى البعد الرابع، يعني تكسر البعد الثالث، تنصدم من الجمال، تنصدم أكثر مما يعني كنت تفكر فيه، تنصدم من الجمال الكائنات والأكوان. فوضعونا في سجن صغير صغير جدا جدا، نقطة صغيرة، وحولنا يحومون بالوهم. الرب يعاقبك مثلا، هذا أحد أوهامهم. الرب يبليك، هذا الوهم الثاني. أنت كبرت في العمر، هذا الوهم الثالث. أنت ممكن أن تتمرض، هذا الوهم الرابع. أنت ممكن الفيروسات تصيبك، هذا الوهم الخامس. كم وهم؟ ألف، ألفين، ثلاث آلاف، أربعة آلاف، خمسة آلاف، مليون. أوهام، كلها أوهام، وهم بعد وهم، وهم بعد وهم، وهم بعد وهم، إلى أن تموت. وحتى أقول لك شيء مهم، هذا شيء جدا مهم يجب أن تفهمه، وحتى في الساعات أو الدقائق التي أنت تغادر فيها الأرض الذي يسمى الموت لا يدعوك، يقولون لك سوف تذهب إلى النار، إلى النار، إلى النار، إلى النار، هكذا يريدون أن يسحبوك بقوة لعوالمهم. ولهذا هناك شيء في البوذية، البوذية في البوذية، الإنسان في البوذية عندما يغادر الأرض فحوله يغنون من أجله أنه يذهب إلى يعني المحطات الإيجابية، يغنون، هذا في البوذية، يغنون حوله، يصلون غناء، اذهب إلى العالم الجميل، اذهب إلى العالم إلى الضوء، أنت أتيت من الضوء، وهكذا. فأنت باستمرار يجب أن تعرف أنك تحت الخدعة، فيجب أن تكسر هذه الخدعة
أنت تمشي في الشارع وترى بشر، باركهم. أنت في بيتك، بارك نفسك وابني صور دائما الزيادة، زيادة في الحب، زيادة في الضوء، زيادة في الصحة، زيادة في الجمال. اكسر. اكسر 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 هذه الخدع، اكسرها. فمن هذه المقدمة أعتقد الآن أنت عرفت ما هي حقيقتك، أنك أنت الضوء. المال يأتيك عندما تعرف أنت الضوء، المال يأتيك والظروف الإيجابية تأتيك والحب يأتيك والصحة تأتيك. تبارك نفسك باستمرار، تبارك حياتك باستمرار. قل الرب يباركني، الكون يباركني، أنا أمتلئ بالنعم الإلهية، أنا أمتلئ بالجمال الإلهي، أنا أمتلئ بالفرح الإلهي، أنا أجذب الظروف العظيمة، أنا أعيش الظروف العظيمة، أنا أعيش السلام الأبدي. فتعيش وأنت ضوء، لا تعيش وأنت كائن بشري، لأن الكائن البشري إذا تعيشه، لأن الكائن البشري إذا تعيشه فأنت تكون مع مجاميع المخدوعين. دائما تعلن، تقول أنا حرية مطلقة، أنا أتنفس الحرية، أنا كائن متحد مع الكون، أنا كائن ضوئي، أنا الكون الغير المحدود، أنا كائن السعادة، أنا كائن الحب، أنا كائن السلام. هنا يقول تشارلز فيلمور إخواني، مهم، يقول for his kingdom is within you، مملكة الرب هي فينا، ليست بعيدة، ليست خارجة، فيك أنت الضوء. يقول give him full dominion in your life and affairs، وأعطيه، أعطي هذه المملكة، مملكة الضوء، كل شيء في حياتك. فقول أرفع كل شؤوني، هكذا أرفع كل شؤوني، أرفع كل أفكاري، كل عواطفي إلى الكون، وأستلم معجزات في الحب، في السعادة، في السلام، في الأمان. دائما بعد أن تصلي، هذا مهم الذي نقوله، بعد أن تصلي تقول التالي: أرفع هذه الصلاة إلى الكون وأستلم معجزات في المال، في الحب، في الشجاعة، في الإرادة، في الهدوء، في الجمال، وأعلن أبديتي. آمين آمين آمين، هكذا تقول. يقول give him your business, your family affairs, your finances and let him pay your debts. He is even now doing it for it. His righteous desire to free you from every burden and he is leading you out of the burden of debt. في الحقيقة عندما نتحد مع الكون، فالكون هو يدفع كل مشاكلنا عننا، مالية، نفسية، عاطفية، هذا الذي يقوله. فإذا أنت كنت مصاب، لديك ديون أو مشاكل أخرى، ارفعها إلى الرب. يقول بعدها تجد أنه الرب، الكون، يجهزك. فأنت عندما رأيت في مقدمة الحلقة وصفنا الأكوان ووصفنا الخدعة، فأنت عندما ترى الآن هذه القصة الكونية سوف تعرف أكثر أن سبب مشاكلنا هو الجهل. الفقر بسبب الجهل، الأمراض بسبب الجهل، الحروب بسبب الجهل. فعندما نفهم أكثر الكون ونتحد بالقوة الغير المحدودة لهذا الكون، فتأتينا الظروف الإيجابية. يجب أن تأتينا، لأن الكون هو الظروف الإيجابية، هو الحقيقة المطلقة، هو المزود المطلق، لأنه هو بنانا، هو كوننا. يقول whether of owing or being owed, meet every insidious thought such as I can't, I don't know how, I can't see the way with the declaration Jehovah is my shepherd, I shall not want,
you shall not want the wisdom, the courage to do, or the substance to do with when you have once fully realized the scope of the vast truth that Almightiness is leading you into green pastures beside still waters. فتأتيك أفكار سلبية تقول لك أنا لا أستطيع، هذه الأفكار السلبية تقول لك أنا لا أستطيع أن أعمل كذا، لا أستطيع أن أدفع ديوني، لا أستطيع أن أسافر، لا أستطيع، صعب الحياة، صعبة، انظر فلان، انظر كذا كذا كذا. فيجب أن ترفضها ويجب أن لا تصدقها، بل تقول أن عظمة الرب هكذا، الرب العظيم هو الذي يقودني، هكذا الرب العظيم هو الذي يقودني باتجاه الفرص العظيمة. أبدا 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 لا تصغي ها إلى الأفكار السلبية التي تقول لك مالك ضعيف، مالك قليل، صحتك ضعيفة، أنت كبرت في العمر، أنت غير جميل إطلاقا. هذه خدعة، خدعة، والخدعة كبيرة. أقول لكم شيء، هذه الخدعة، هذه الخدعة هي خدعة كبيرة، حتى ينصاد بها فلاسفة، تأتيهم أفكار الخوف، أفكار الضعف، أفكار الضجر. علماء، فلاسفة، سياسيين، اقتصاديين، روحانيين، اجتماعيين، كلنا تأتينا، كلنا. من أين أتت هذه؟ كيف تكونت فينا؟ كيف؟ كل البشر، كلنا وضعونا في هذه النقطة الصغيرة من الكون. طبعا عندما أقول وضعوننا هذا انتهى الآن، الكون، الكون الآن في تغير، يعني الطاقات السلبية الآن تنقلب نفسها على وعيها، الطاقات السلبية نفسها تنقلب على وعيها. أهم شيء في هذه المسألة، في كسر المحدود أيضا، تحب الناس وتبارك الناس كثيرا، وتبارك نفسك كثيرا بكل ما لديك من قوة. تقول الرب يملأ وعي جيراني بالحكمة، الرب يملأ وعي الشعوب بالحكمة، الرب يملأ وعي الطاقات الشيطانية بالحكمة، إنها تترك المملكة السلبية. أنا قلت هذا يعني سابقا، إنك أنت تتكلم تقول إلى الطاقات السلبية اذهبوا إلى الضوء، وهناك كائنات سلبية أخرى اسمها الأرواح المعلقة، أيضا هذه تساهم في بث الفوضى الفكرية فيك، الكائنات المعلقة أو الأرواح المعلقة. فتقول لهم اذهبوا إلى الضوء، اذهبوا إلى الضوء. ليس هذا فقط، يجب أن ترى أن الأرض متحدة مع المريخ، والمريخ مع زحل، والمجموعة الشمسية كلها تكون كوكب جميل رائع، فيه الخضار وفيه ضوء الكون، ليس الشمس، فيه ضوء جديد. وترى الشباب، لا ترى موت ولا ترى مرضى، وترى الفرح في كل شوارع الأرض، وترى المريخ فيها شوارع وحدائق، لأن المريخ سحر بسبب أيضا هذه الكائنات السلبية، وهذه المجموعة الشمسية سحرت بسبب الفوضى أو الحرب الكونية التي حدثت في هذه النقطة من الكون. هناك كانت حرب كونية في المجموعة الشمسية، ولهذا تراها المجموعة الشمسية غريبة، غريبة، فيها شيء غير طبيعي المجموعة الشمسية. وحتى أنا قلت سابقا كل هذه الهزات والأعاصير، الهزات الأرضية والأعاصير، تأتي بسبب هذه الطاقات الشيطانية. الطاقات الشيطانية مسؤولة على تكوين الأعصار والهزات الأرضية. وقلت أيضا سابقا إحدى النظريات أو الفرضيات أن هذه الحيوانات المفترسة ما هي إلا المانيبوليشن، الخدعة التي حولت هذه الكائنات إلى مفترسة. مثلا الأفعى، لماذا دائما الأفعى تصور حتى في الروحانيات أنها الشر؟ الأفعى حتى في الروحانيات
تصور انها رمز الشر، الافعى التنين. فهذه الافعى هي غيرت بيولوجيتها ووضعوا فيها التوحش او الافتراس، الكائنات الشيطانية. هذا جزء من الافتراض او جزء من النظريات بالمناسبة، يعني يجب ان تعرف هذا. وحتى الصيف، ما معنى صيف حار؟ حر حر شديد، ما هو المعنى؟ وحتى الشتاء البارد، برودة شديدة جدا جدا، ما هو المعنى؟ ليس فيه معنى، ليس فيه معنى، إلا أن هذه الكائنات الشيطانية تصمم حر، تصمم أعاصير، تصمم حيوانات تغير بيولوجيتها وتعمل فيها افتراس. ولا ما معنى الحر؟ ما هو معنى حارة جدا؟ صحراء، اذهب إلى صحراء وفكر، ما معنى صحراء في الأرض؟ صحاري، فارغة، حارة. لماذا الإنسان يفرح ويشعر بالطمأنينة والأمان عندما يجلس مثلا في مزرعة؟ لماذا الإنسان يعشق أن يكون له مزرعة أو حديقة جميلة؟ هل تستطيع أن نقول لك كافأناك ونعطيك صحراء، تحب هذا؟ لا أحد يحب. لماذا لا أحد يسكن في الصحراء؟ قليل جدا، قليل. ما هو السبب؟ لأنه هذه الصحراء ليست من الفرح، ليست من السلام، ليست من الطمأنينة. لا تعطي شعور، لا تعطي شعور. الكون هو كون المشاعر. فلماذا تجد في الحدائق الناس يتمشون، يفرحون، يضحكون؟ لماذا الناس يحبون الورود مثلا؟ يعني إذا تمشي في صحراء وترى عقرب، ها، لماذا تشعر أنه أنت ممكن ترتبك يعني؟ أو إنسان آخر يرتبك، عقرب حركته غريبة في الرمال، ها، ماذا يعمل هذا العقرب في هذه الرمال؟ يعيش. لماذا يعيش هكذا؟ لماذا يعيش هكذا؟ هذه أسئلة جدا عميقة. وما هي فائدة العقرب يعيش في 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 رمل؟ ما هو المعنى؟ يعني ما هو المعنى؟ لماذا لا تكون هذه الصحراء كلها حدائق، ها، وكلها طيور؟ صعب على الكون، صعب على الكون أن يحول هذه الصحراء إلى حدائق جميلة؟ ليس صعب. هناك خطأ، هناك خطأ حدثت في المجموعة الشمسية، يعني في هذه الكواكب حدثت حرب كونية غيرت من بيولوجية الكواكب ومن فكر الكواكب. حتى الكواكب فيها فكر، لديها فكر. الأرض لها فكر، والمريخ له فكر، والقمر له فكر. وحتى هناك نظريات أريد أن أقول لكم لو تقرأوها، أن القمر خلق أو صنع من الكائنات الشيطانية. موجود هذا، موجود يعني، ودراسات فيه أن القمر هو كوكب تجسسي على الأرض من قبل هذه الكائنات الشيطانية. هذا أيضا موجود يعني موجودة بثقل، ليس مجرد كلام أو كتاب، موجودة بحوث فيها، موجودة بحوث وكتب حول أن القمر هو كوكب تجسسي مصنوع من قبل هذه الكائنات الشيطانية. فهنا يقول in the kingdom of truth and reality ideas are the coin of the realm. هذا مهم الكلام. يقول، أريد أن أكتبه حقيقة، يقول التالي، يقول في مملكة الحقيقة، أوكي، فالعملة هناك في مملكة الحقيقة، فقط في مملكة الحقيقة، فالعملة هناك هي الأفكار في هذه المملكة. لاحظ، في هذه المملكة، في مملكة الحقيقة، فالعملة هناك هي الأفكار. في مملكة الحقيقة، فالعملة هناك هي الأفكار. فأنت كيف تكسر المحدود؟ عن طريق الفكر. غير أفكارك، أعلن، قل أنا المحبة، أنا السلام، أنا الجمال، أنا الثراء،
أنا الثراء، أنا الإبداع، أنا الصحة المطلقة، أنا الفرح المطلق، أنا الإبداع المطلق. قول أنا أحب نفسي. لماذا يجب أن تحب نفسك؟ لأن نفسك هي الله. إذا تكره نفسك يعني أنت تكره الكون، تكره الله، تكره الرب. يجب أن تحب الناس. لماذا يجب أن تحب الناس؟ لأن الناس هم الله. لماذا يجب أن تحب الأرض؟ لأن الأرض هي الله. لماذا يجب أن تحب الكون؟ لأن الكون هو الله. هذه هي مملكة الحقيقة، الحقيقة المطلقة، أننا كلنا واحد، كلنا سلام، كلنا إبداع، كلنا جمال. يقول you can use the new ideas that divine wisdom is now quickening in your mind and start this very moment to pay your debts. Begin by thanking God for your freedom from debt burden thought. This is an important step in breaking the shackles of debt. في هذا الفصل هو فصل الديون، يعني ويتكلم، قلنا نحن كل الذي يتابعنا يعرف أن هذا الفصل الثامن يتكلم حول الديون. فيقول عندما تبدأ الآن بشكر الرب الديون تنزال من وعيك، والرب الآن أيضا يملأك بأفكار جديدة وظروف جديدة من أجل أنك تدفع كل ديونك. يجب أن تعرف، فهو يقول أن شكر الرب هي فكرة عظيمة جدا للتخلص أو للتحرر، لا أريد أن أقول التخلص، التحرر من الديون الذين معنا في هذه الحلقات الفصل الثامن. طبعا أيضا عندما نكمل الفصل الثامن سوف نحوله إلى محاضرات صوتية محملة في التليجرام. لدينا الآن 7 فصول، وهذه 7 فصول مهمة، مهمة جدا جدا، كمحاضرات صوتية في التليجرام، في قناتنا في التليجرام. أيضا عندما نكمل الفصل الثامن نحوله إلى محاضرات صوتية، وممكن أيضا تسمعوه كصوت. يقول the funds to pay all your bills may not suddenly appear in a lump sum, but as you watch and work and pray, holding yourself in the consciousness of God's leadership and His abundance, you will notice your funds beginning to grow. Here, a little, there a little, and increasing more and more rapidly as your faith increases and your anxious thoughts are stilled. كلما تملأ عقلك بوعي الله، يعني وعي الكثرة، فتملأ عقلك أن الرب هو الثراء، يعني أنت الثراء. عندما نقول الرب هو الثراء يعني أنت الثراء وأنت الحب. يقول شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، المال يأتيك، وأفكار الضجر وأفكار الخوف وأفكار القلق كلها تخرج من وعيك، فأنت الآن تعيش بفكر الحقيقة المطلقة. وبالتالي يقول المال سوف يأتيك من جوانب متعددة، من هنا وهناك، هنا وهناك، وتدفع كل ديونك. يقول for with the increase will come added good judgment and wisdom in the management of your affairs. Debt is soon vanquished when wisdom and good judgment are in control. عندما تبدأ بوعي، بملء وعيك بوعي الثراء ووعي الحب، يعني الوعي الإلهي، أيضا الله يعطيك الحكمة وقوة التصرف في الأمور. هذا مهم. عندما نتحد مع الكون، الكون هو كون الحكمة، فالرب يعطيك الحكمة أكثر، وكيف تتصرف في المال، كيف تصرف المال، كيف تقوم بتدبير، تدبير أمورك، شؤونك، ظروفك. الرب الكون، الرب الكون هو كون الحكمة. يجب أن تعرف هذا. فهو يقول، تشارلز فيلمور يقول، إننا عندما نتحد مع الكون أيضا الكون يزودنا بالحكمة وقوة التدبير. هكذا أنك تكون لديك إحساس قوة التدبير،
في أي اتجاه تتوجه، كيف تصرف مالك، كيف في أي مشوار تبدأ أو أي مشوار تنجز، ها؟ وهكذا. يقول don't yield to the temptation of easy payment plans. Any payment that drains your pay envelope before you receive it is not an easy payment. Don't allow false pride to tempt you to put on $1,000 front on $100 salary. There may be times when you are tempted to miss any paying a bill in order to indulge a desire for something. This easily leads one into the habit of putting off paying, which fasten the incubus of debt on people before they realize it. أيضا شيء مهم أو قاعدة مالية، يطرح قاعدة أو قانون مالي مهم. تشارلز فيلمور يطرح قاعدة مالية، قانون مالي، يقول لا تنخدع بمسألة يعني أنك تشتري أشياء وتعطي كل شهر مبلغ، ها، إلى أن توفي الشيء الذي اشتريته. يعني هناك ناس مثلا يقولون أشتري بيت وعشرين سنة أدفع، ها، إلى البنك، أو شخص آخر يقول أشتري آيفون آخر موديل فأدفع كل شهر. فهو يحذر، يقول لا تدخل هنا، هذا ليس تنظيم صحيح، هذه رغبة خاطئة. هو يقول يعني أنت هنا تقاد من الرغبة الخاطئة، أنك أنت يعني من أجل رغبة امتلاك شيء أنت تكون على تردد الدفع المستمر، بس مستمر 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 مستمر. يعني هذه على أساس أنت تسمع دعايات كثيرة يعني موجودة، اشتري بيت وادفع شهريا، أو اشتري سيارة وادفع شهريا كذا، هذه لا تدخل فيها، تتورط أكثر، تتورط أكثر. ليست فكر كوني، هذا ليس فكر كوني. 20 سنة تدفع بيت، يعني ملك بيت، وعشرين سنة تعطي للبنك، ما هو المعنى؟ أو تشتري آيفون جديد، أو تشتري سيارة جديدة ويقولون شهريا ندفع $100 أو $200 أو هذا في السطح. هو يقول يعني هذا في السطح ممكن تراه شيء فيه براءة، شيء فيه براءة، فيه بساطة، فأنت تخدع، تقول نعم دعني أشتري هذا. كثير يعني يشترون آيفون بالتقسيط، ها، تقسيط يسمى باللغة العربية تقسيط، آيفون، حتى آيفون يشترون ويدفعون. إذا هو سعره $600 فأنت تدفع بسعر أعتقد $1,000 كذا يعني شهريا، ادفع 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 على الآيفون، وبعد سنة سنتين هذا الآيفون الذي اشتريته لا يساوي شيء. فهو يقول لا تدخل في هذا هذه الخدعة. يعني يقول it is innocent appearing foreigner of the debt habit and your debt thought that may rob you of peace, contentment, freedom, integrity and prosperity for years to come. فهذه يقول على مسألة الأقساط، أنك تشتري بالتقسيط، ها، سيارة وتدفع بالشهر $200-$300، يقول هذه تجعل في وعيك أنك مديون ويجب أن تدفع، وبالتالي تشعر بالقلق، ها. وأغلب الناس هكذا لأنهم يشترون كل أشياءهم، سيارتهم خلال كم سنة يقسطوها، بيتهم يقسطوه. نعم هكذا. أنا أقول لكم مثلا، في أشارككم بعض الخبرات، أنا أعيش في الغرب يعني سنوات طويلة، فقسم من الشرقيين، قسم من الشرقيين يتصلون بأهاليهم في الشرق الأوسط، يقول أنا أملك بيت، أنا اشتريت بيت، وهو يشتري البيت من بنك وعشرين سنة يدفع ادفع 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 ادفع، أو لديه آيفون آخر موديل وهو يشتريه بالأقساط تقسيط، ادفع ادفع. فهذا يقول يضعك في وعي الديون، وبالتالي أنت تقلق، أنت تتعب. حتى هناك ناس يعني لديهم سيارات فاخرة لكن هم يشتروها بالتقسيط من أجل أن يظهروا للناس أنهم يقودون سيارة فاخرة، لكن هو في داخله قلق،
لأنه يجب أن يدفع. قلق قلق في داخله قلق، لكن هو يتحمل القلق من أجل أن يظهر للناس أنه لديه سيارة. مع الأسف يعني هذه الأفكار، أفكار المادة، وهو في الداخل يعيش القلق. وبعضهم طبعا بسبب أنه الدفع الثقيل الذي يجب أن يدفع يدفع يدفع، بعضهم ينحرف ينحرف، حكومة تنحرف، وزارات تنحرف، شركات تجارية تنحرف، موظف ينحرف لأنه يريد أن يدفع تقسيط البيت، الأجهزة. رب أسرة، أعطيكم مثال آخر، رب أسرة، رب أسرة يتناول الطعام مع عائلته، وابنه يأتيه يقول له: بابا بابا أريد أن أدرس في جامعة، والجامعة تطلب سنويا 10,000 دولار. هذا الأب ينحرج، ولكي يريد أن يعني يريد أن يثبت رجولته، يثبت رجولته، فهو ينحرف من أجل أن يلبي مطالب الابن. هكذا في العراق نفس الشيء. في العراق مثلا عسكري، عسكري شخص عسكري أو ضابط كبير يجرم بحق الشعب العراقي، يجرم 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 بحق الشعب العراقي، يقتل، يعذب، يدمر، ضابط يعني يستغل المنصب، وبعده يأتي إلى أطفاله، يأتي لهم بآيفون يعني يثبت رجولته، فيقول: إيه ابني تفضل تفضل، هذا جلبت لك آيفون آخر موديل، ويعطيهم، والزوجة فرحانة والأطفال فرحانين، لكن هو أجرم ودمر وقتل. نعم هكذا. فهذا هو المال، لاحظ كم التدمير والتخريب. هذا هو البعد الثالث، فهذا يجرم وهذا يجرم وهذا يفسد وهذا ينحرف وهذا يعمل سلبي وهذا يعمل سلبي، شيئا فشيئا المجتمعات بوب كلها تخرب تخرب، ناس تحارب ناس، وناس تدمر ناس، وشعوب تفلس، وكل ولا أحد يربح. ولهذا دائما منذ أيام السومريين، منذ أيام السومريين، الطاقات الإيجابية، هناك طاقات إيجابية عظيمة أخبرت الجنس البشري أنهم ضوء، وأنهم يجب أن يعملوا الخير وأن يحبوا جميع الناس. منذ أيام السومريين طاقات إيجابية ملائكية علمت البشر دروس الحكمة، قالت إلى البشر: أيها الإنسان أنت ضوء، حب نفسك، والأرض مليئة بالخيرات، والكون مليء بالخيرات. علمته الحكمة، وحب نفسك وحب جيرانك، جيرانك هو أخوك، ونحن البشر كلنا من الرب، من الكون، كلنا واحد، كلنا روح واحدة. قسم من البشر ترك الحكمة الإلهية، فسقط الجنس البشري في الأهوال، الحروب والمجاعات وكل هذه الأمور. لكن الآن يرجع، الآن في دورة الرجوع، يعني نحن نرجع الآن إلى البعد الرابع، دورة العودة، العودة إلى الضوء، لأنه الإنسان جرب كل السياسات لم تنفع. أعظم فلاسفة المال أتوا بنظريات فلسفية عظيمة في المال، كلها لم تنجح. وأعظم فلاسفة الاجتماع أتوا بنظريات عظيمة لكي يضبطوا النظام الاجتماعي، لم ينجح. وأعظم فلاسفة الاقتصاد في العالم، أعظم المفكرين، أتوا أيضا بأفكار وفلسفات اقتصادية عظيمة، فشلت، لم ينجحوا. ما هو السبب؟ السبب لأنها كلها تركز على البعد الثالث، نسيت الحب. هذه الفلسفات بدون حب. أنت نعم تدرسني فلسفة المال، أنت نعم تدرسني فلسفة الاقتصاد، أنت نعم تدرسني فلسفة السياسة، لكن هذه ليست طبيعة الكون. طبيعة الكون هو حب،
ففي فلسفة السياسة يجب أن توضع الحب، فلسفة المال يوضع الحب، فلسفة الاقتصاد يوضع الحب. ولهذا الله في علوم الميتافيزيكس أو في علوم الكون، ماذا كيف نعرف الله؟ الله هو الحكمة والحب. الحكمة يعني الله عالم رياضيات كبير، هذا الله الحكمة، الفاهم، الذكاء مع الحب. الذكاء بدون حب لا تنجح أي فلسفة، وحب بدون حكمة أيضا لا تنجح أي فلسفة. فدائما بالتوازي، حب حكمة، حب حكمة. فأنت مثلا مدرس، إذا تدرس فقط مادة الرياضيات لا تنفع، يجب مع الرياضيات تجعل معها حب. أنت مدرس تدرس الفلسفة المالية، بدون الحب لا تنفع، تسقط. أنت رئيس دولة، بدون الحب لا ينفع. أنت وزير، بدون الحب لا ينفع. أنت مختص ميكانيكي سيارات، بدون الحب لا ينفع. فالناس تركوا الحب، اعتقدوا بالمال أنه هو الذي ينقذهم. جربوا المال، فشلت البشرية، أتت البشرية بعدها إلى فلسفة الاقتصاد، اعتقدوا أن هذا الفيلسوف ينقذهم. جربوا هذه الفلسفة، فشلت الفلسفة، لأنهم غير موجود حب. الحب هو الحقيقة المطلقة، أن كل شيء فيك وحولك محبة، الأشجار محبة، الأنهار محبة، الأرض محبة، الناس محبة، الكون محبة. فأنت عندما تعمل أشياءك اعملها بمحبة، وعندما تستعد أن تتناول طعامك تناول الطعام بمحبة، وعندما تقرأ شيء اقرأ شيء بمحبة، وعندما تنفذ شيء نفذ شيء بمحبة. الإنسان ترك المحبة، واعتقد المحبة أنها مسألة حلم أو أحاسيس. فيقولون مثلا، يصفون الذي يحب أنه هذا عاطفي أو هذا غير واقعي، لكن هو على العكس. المحبة هي الطاقة العظيمة الكونية التي كونت الأكوان. فعن طريق المحبة يزداد مالك، وعن طريق المحبة يزداد جمالك، وعن طريق المحبة تزداد صحتك، وعن طريق المحبة يزداد ذكائك. لماذا الله ذكي؟ هل تعرفون لماذا الله ذكي؟ أجيبكم، لأن الله محبة مطلقة. كلما تحب حب تحب 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 سوف تجد الحكمة تزداد، تكثر تكثر تكثر. نعم، في أي مادة علمية اقتصادية تريد أن تتخصص بالاقتصاد، تدرب على المحبة سوف تجد نفسك تصبح عبقري. تريد أن تصبح فنان، تدرب على المحبة تصبح فنان عبقري. المحبة شيء أساسي، لأنه الكون ذاته، الكون ذاته مؤسس مبني على قوانين المحبة. نتوقف إخواني وأخواتي في هذه الحلقة، ونكمل بقية أجزاء الكتاب الفصل الثامن. وهذا الكتاب، كتاب الثراء، كتاب جدا جدا رائع، يدرسنا أن الكون محبة، والكون طبيعته محبة، الكون ثراء طبيعته ثراء، الكون أمان طبيعته أمان، الكون فرح طبيعته فرح، ونحن جزء من هذا الأمان وجزء من هذا الفرح وجزء من هذا الثراء. أشكر كل الذي يتابعني، أشكر كل الذي يشاهدني. نصلي من أجلكم إخواني وأخواتي، الرب يبارككم بركات المحبة وبركات الإبداع وبركات السلام وبركات الأمان والضوء العظيم، الضوء الكون يملأ حياتكم وتمتلئون بالثراء المالي والثراء الصحي، وحياتكم ظروفكم وعيكم كله يكون فرح في فرح في فرح، كله يكون ضوء في ضوء في ضوء. ونعلن التحرر الأبدي من الخوف، القلق، التعب، الموت. نعلن التحرر الأبدي من أي فكر سلبي، من أي طاقة سلبية. نعلن أننا الضوء، ونعلن أننا الحب والإبداع والذكاء الغير المحدود. أشكركم مرة أخرى، وأراكم في حلقات قادمة. أخوكم شون روبرت.